تستعد مدينة السلام شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم، حيث تم تجهيز عدد من الأتوبيسات والسيارات المخصصة لانتقالات الوفود داخل المدينة، كما تم التأكد من انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بملف الانتقالات. وفي إطار الجولات التفقدية اليومية المستمرة لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم، تفقد المحافظ تجديد أيقونة السلام بميدان السلام وإضاءتها لإقامة الاحتفالات التي تتضمن عروضاً واستعراضات فنية، وذلك ضمن البرامج الترفيهية التي جرى إعدادها للمشاركين في المنتدى. جهد كبير تم الفترة الماضية في إعداد المدينة وتجهيزها، وخاصة بعد موجة الأمطار والسيول اللي ضربت مدينة شرم الشيخ. في الحقيقة كان لها نصيب وافر من كمية الأمطار. مجهود مكثف مضاعف، يعني يمكن كذا مرة أحضر هذه المؤتمرات، إنما عايز أقول إن المرة دي بذل جهد كبير جدا، وأنا بشكر عليه كل الرجال اللي مشغلين معانا معايا في المحافظة اعتبارا من نائبة. دي بؤرة أو منطقة تانية من مناطق تجميع الأتوبيسات اللي هي إن شاء الله هتشيل الضيوف وتحرك بيهم في المدينة، وانت شايف العربيات كلها جهزت وكلها اتظبطت، حط عليها شعارات بتاعة المؤتمر.